قال حسام البدري المدير الفني للأهلي أن الجهاز الفني أغلق ملف مباراة القمة أمام الزمالك التي أقيمت أمس على استاد القاهرة في ختام الدوري وانتهت بخسارة الأحمر بهدفين لهدف. أشار البدري إلى أن الفريق تنتظره مباراة مهمة الاثنين المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر أمام الأسيوطي، مضيفا أن المنافس قدم أداء جيدا في بطولة الدوري. الأهلي دائما ما يحترم المنافسين ويتعامل بجدية مع جميع المباريات بغض النظر عن اسم المنافس. أكد البدري أن الجهاز الفني يسعى للفوز بالبطولة الكأس هذا الموسم، وأنه سبق أن أكد أن هناك أهدافا واضحة يسعى إليها الأهلي منها التتويج ببطولة الكأس.